بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو ونقول صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا، هو خير العالمين ابن عبد الله، هو مسك الخاتمين منبع للخير فينا، نوره نور مبين خير عباد الله، صلوا عليه شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة. بعد ما صلينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، نبدا بقى الفيديو ونتفرج على الجمال والشياكه واحلى واجمل تشكيله غرف نوم اطفال وغرف كبيره بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نستمتع مع الفيديو، واتمنى طبعا الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك ويدعمني ان شاء الله بلايك جميل كده منكم، ويلا بينا على الفيديو ونشوف احلى واشيك واحدث تشكيله للغرف بتاعه النوم. يلا بينا يلا بينا.